السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا متابعيني الكرام، متابعين قناة التوأم فود، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. وجروبنا على الفيسبوك اسمه يوميات التوأم فود. عملنا النهاردة الفاهيتة بطريقة صحية جدا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا صدور الفراخ كل الناس بتعملها، يا اما بانيه يا اما شاورما. الفايته دي فكره حلوه يعني للناس اللي عارفاها، احنا بنفكركم بيها، واللي مش عارفينها يجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. صحه وهنا ان شاء الله. هدير معانا نص كيلو فراخ بانيه صدور، بنقطعها شرايح طويله مش تخينه ولا رفيعه، واتنين فلفل رومي شرايح، وبصله صغيره شرايح، وطماطين شرايح، وبودره ثوم، بودره بصل وملح وفلفل اسود وبابريكا. بنحط معلقه زيت كده في الطاسه او زبده، نسيبها تسخن وننزل بالفراخ. نوزعها كده في الطاسه كلها، ننزل بالفراخ كده في كل حتة. هنحط البهارات، ملح وفلفل اسود والبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل، ونشوح كل ده بقى على نار عالية عشان ما تنزلش ميتها. شوحها شوية وارجع لكم تاني. بعد ما خدت اللون الحلو ده كده، هننزل عليها بالبصل. وفصين ثوم نقطعهم. او ندقهم اللي حابب عادي. ونشوحها تاني مع بعض. بعد ما شوحنا البصل كده معاها، هننزل عليها بقى بالطماطم والفلفل، ونغطي عليها بقى، نسيبها لحد ما تستوي على نار عالية ونغطيها. بصوا كده نزلت المية بتاعت الطماطم والحاجة، هنسيبها كده تكمل سوا فيها. لو احتاجت فنجان ميه هنزودها، بس هي خلاص دخلت على السوا اهي. بصوا نختبرها كده بالمعلقه دي، هي خلاص تنشف بس وخلاص ننزلها. انا اختبرتها لقيتها لسه شويه، هنزود لها ربع يعني فنجان ميه تقريبا، فنجان صغير، ونقلبها كويس ونسيبها على نار هاديه تكمل بقيه السوا بتاعتها لحد ما تنشف تقريبا، هتكون استوت. هنغطيها بس وارجع لكم تاني. ده كده بعد ما شكلها ما طلعت من الفرن، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. صحة وهنا ان شاء الله.